السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم أكلة معكرونة سهلة كتير وسريعة، إن شاء الله بتعجبكم. طريقة جديدة، مكوناتها حبتين بندورة وحبة فلفل حلو مع فلفل حار للي بحب، 4 معالق صلصة ونص بصلة، طبعا حسب الكمية، معلقة ملح وبهارات، كزبرة معلقة صغيرة وفلفل أحمر كمان ربع معلقة وفلفل أسود وجوزة الطيب وقرفة. بدنا نحط صدور الدجاج، أنا من قبل بوقت غسلاهم قطعاهم ومبهراهم، ملح فلفل أسود وخل ومخلياهم بالثلاجة. بدنا نبلش، بدي أحط تقريبا 3 معالق زيت. بدنا نعملها كلها بنفس الصينية، يعني ما في انك توسخي ولا تسلقي ولا تعملي اي اشي. بدنا نشوف ان شاء الله كيف بدنا نعملها. بدي اعملها معكم ان شاء الله خطوة بخطوة، وما راح اسيب لكم ان شاء الله اي اشي ما تشوفوه. حطينا البصل، نستنى عليه ان شاء الله بس يتحمر ونكمل باقي المواد، الاشياء اللي بدنا نحطها. بدبر البصل معي شوي، بدي احط الفلفل الحار والفلفل الحلو، بفتحهم برضو شوي. بحط معاهم البهارات من دون الملح عشان ياخذوا طعم البهار. نستنى عليهم بس شوي ياخذوا لون. البهار لما ينحط مع البصل بيعطي طعم لكل الطبخة عشان انه بتسفح مع الزيت، ريحته بتجنن كتير حلوة. بدي احط الدجاج بس شوي انه اخلي البصل والفلفل يتسبكوا. بعد ما استوى البصل والفلفل الحلو والحار، حطيت قطع الدجاج لأسفحهم مع بعض، خليهم لحد ما يستويوا، نص استوى مش استوى كامل لأنه بدنا نحط باقي المكونات عليهم. فخلينا نستنى الدجاج بس يستوي إن شاء الله وأرجع لكم عشان ما أطول عليكم. ريحتها كتير بتشهي، ان شاء الله بتجربوها وبتعجبكم. انا هاي المكونات حطيتها الموجودة عندي، انتو حابين تحطوا مثلا ذرة جزر اي اشي بتحبوا تحطوه زاكي كتير معها. زي ما انتم شايفين بدنا نقلب، نحط الملح، الملح حسب الرغبة. نحط البندورة، ورب البندورة اللي هي الصلصة. بعد هيك بنحط المعكرونة ونحط المية السخنة عليها. زي ما انتم شايفين بدي احط المعكرونة زي ما هي من دون سلق ولا اشي،
وبدي أدير المية السخنة عليها. لازم نغمر الماء المعكرونة والتتبيلة، يعني بس انه نخلي المي شوي طالع عنها زي ما انتم شايفين. بدي اغطيها واسيبها شوي، نرجع لها ان شاء الله بعد ما تتسبك كلها مع بعض. هيك بتكون عندنا ان شاء الله كل مكوناتها جاهزة. خلينا نسيبها تقريبا بدها من ربع ساعة لثلث ساعة، مش كتير، وبرجع ان شاء الله افرجيكم اياها. هيك ميتها مظبوطة. اللي بحبها يكون مرقة ممكن تزيدي مي، اللي بتحبيها تكون ناشفة او تفلفل زي تفلفل الرز بتخلي المي بس عليها زي هيك. فخلينا نسيبها ان شاء الله وبرجع لكم بس تجهز. زي ما انتم شايفين المعكرونة زي ما حكيت لكم بتحبوها تضل ناشفة عادي، بدكم اياها مرقتها كتيرة بتحطوا مرقة كمان. هيك المعكرونة تبعتنا جهزت زي ما انتم شايفين ما احلاها، كثير ريحتها طيبة. إن شاء الله الوصفة بتعجبكم، بتجربوها ويعطيكم العافية.